بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب النبأ العظيم نظرات جديدة في القرآن للشيخ الأزهري الدكتور محمد عبد الله دراز رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشراحه في الدارين، آمين. وما زلنا في محاولة البحث في وجوه الإعجاز اللغوي في القرآن. القرآن له وجه إعجاز لغوي، يعني من حيث لغته وألفاظه وجمله وتراكيبه، وله إعجاز من حيث العلوم التي جاء بها من الأمور الغيبية والمستقبلية والأمور التي كان لا يعلمها أحد من البشر في عصر النبي إلى يومنا هذا، أخبر عنها صلى الله عليه وسلم في القرآن، وبما يحدث قبل بعد الموت إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة، ووصف الجنة ووصف النار وصفات الله وأسماء الله. كل هذه الأمور كانت غائبة إلى علمها، وقصص الأنبياء السابقين وبداية الخلق، كل هذا جاء على لسان نبي أمي لا يقرأ ولا يكتب، في أمة أمية لم يسبق فيها نبي. أليس ذلك يدل على أن القرآن جاءه ليس من وجدانه ولا محض فكره، ولكن وضع إلهي نزل على قلبه صلى الله عليه وسلم. فبيحاول النهاردة يتكلم على بعض وجوه الإعجاز، وإحنا قلنا امبارح إن إعجاز القرآن من إعجازه أن وجوه الإعجاز غير معلوم كمان، وإنهما بيحوموا حوله، لكن في الآخر إيه هي بالضبط تحديدا ما نعرفش، لأن القرآن مظهر كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، والإحاطة بصفات الله يصعب جدا، بل مستحيل أن يحيط العبد بصفات الله، لأن العبد محدود والله صفاته غير محدود، ويستحيل على المحدود أن يحيط بغير المحدود بالمطلق. لكن أنت على قدك، أنت بتحاول حتى تقدس ربنا وتنزهه على قدرك، لكن ربنا فوق تنزيهك، بتحاول توصفه بكل ما يليق به، لكن الله فوق وصفك، لأن برضو أنت وصفك وإدراكك مخلوق، فكيف يدرك المخلوق الخالق؟ مستحيل. والعبودية مبناها النقص والعجز والجهل، فكيف يدرك العاجز القادر، وكيف يدرس الجاهل العالم؟ فاهم؟ وبالتالي يستحيل اننا نحدد بالضبط تحديدا وجوه الاعجاز. كل اللي اتالف في وجوه الاعجاز القرآن كلها بتحوم حول الاعجاز، كويس؟ فهو بيقول لك هنبتدي حاجه بسيطه، القشره المحيطه بالقران اللي هي ايه؟ الصوت الخارج وانت بتقرا القران، بغض النظر عن معنى الكلام، اسمع الصوت بس كده وتنصت ليه، ملوش مثيل، في نغم وفي جمال وفي راحه، لكن لا تقول عليه شعر ولا تقول عليه نثر، حاجه جديده كده، فاهم؟ فجاءت العرب، مش الوليد بن المغيرة اللي هو خبير اللغة في عصر النبوي، اللي هو خبير اللغة في عصر الفصاحة، يقول لي يعني أنا عرفت الشعر والرجز والقصد والنثر والخطابة، لكن ليس هذا، يعني ده إيه؟ يحطم ما تحته، فهمت إزاي؟ فهيتكلم النهاردة على وجه من وجوه الإعجاز كلنا ندركه، مش محتاج دراسة كتير، حتى لدرجة أن يدركه اللي مش عارف اللغة العربية، لأن دي مجرد إيه؟ سمع وذوق وإحساس، فهمت إزاي؟ بغض النظر تعرف المعاني. فبيقول إيه؟ أول ما يلاقيك ويستدعي انتباهك من أسلوب القرآن الكريم خاصية تأليفه الصوتي في شكله وجوهره، الجمال التوقيعي في توزيع حركاته وسكناته وماداته وغناته. ده جاء القرآن والعرب طول عمرهم يتكلموا
لكن العرب ما يعرفوش احكام ايه المد وايه الغنه بتاع، بيتكلموا خلاص. لكن القران يجي بطرق جديده، وبعدين يقسم لك الحروف على حسب بقى مخارجها، وعلى حسب كان فخامه مخرجها او رقه مخرجها، وبعدين يقول لك فيه هنا مد والمد ده مدته كذا، وبعدين هنا حروف دي تتغن ودي ما تتغنش. وبعدين مش كده وبس، وكمان الحركات المتتابعة بسبب ايه؟ السكون والحركة. يعني لما يبقى الحرف متحرك ورا ساكن يسموه ايه؟ يسموه وتر. حركة وراها سكون، طب حركتين وراها سكون، فاهم؟ يبقى الأولانية بيسموها ايه؟ يسموه سبب خفيف. لما يبقى حركة وراها سكون سبب خفيف، حركتين وراها سكون يسموها ايه؟ يسموه وتد. ايه وتد؟ في وتد بقى ايه؟ الوتد نوعين، وتد مجموع حركتين وسكون، او حركة وسكون وحركة، وتد مفرد. كل دي نغمات بتحسها الاذن، فاهم؟ طب ولو ثلاث حركات، ثلاث حركات يسموها فصلة صغيرة وراء سكون، أربع حركات وراء سكون، يعني معروفة في لغة العرب أما يبقى الحروف المتكررة وراء بعضها تبقى مزعجة في النطق، واخد بالك إزاي؟ لكن القرآن يجي يخالف كل القاعدة، واخد بالك إزاي؟ زي مثلا إيه؟ بيقول في سورة هود: اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. ايه ده؟ أهو العرب يقول لك مش فصيح، حروف ورا بعضها شبه بعضها، لكن يفاجئهم القاعدة اللي عاملينها يخرقها ويخليها فصيح. شفت بقى؟ اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. لما توزنها على قواعد الشعر يقول لك لا ده كلام فصيح، مش هيبقى فصيح، يفاجئهم يخليها لهم فصيح وما يقدرش يغيرها. مش دي اعجاز؟ فاهم؟ وهكذا بقى ايه كتير. فهو هيكلمك النهارده على الصوت، وانا قلت لك امبارح ان في ناس دخلوا الاسلام لما الشيخ عبد الباسط عبد الصمد راح لندن وقعد يقرا القران في الميكروفون، وشويه انجليز كده وقفوا ولعلعت عبد الصمد بقى، شوف انت لما يقعد يتكلم يقرا بقى، ولا ولو سمع محمد رفعت كانوا اتلحسوا، واخد بالك؟ فايه اخر القعده فضلوا واقفين ساعتين على الرصيف يسمعوا الميكروفون مش عارفين يروحوا، وما يعرفوش عربي، نغم غريب استوعبهم، نساهم حتى انه واقف وركبه وجعته وقضاه رجع. فهمت ازاي؟ لدرجه بعد كده قالوا يستحيل ان الصوت ده يبقى ارضي، ده صوت سماوي، دي حاجة كده فوق الكل، ودخلوا أسلموا. تصور بقى لما سألوا إيه الصوت ده؟ قالوا لهم ده القرآن بتاع المسلمين، الوحي اللي نزل على قلب سيدنا محمد. معقول؟ فعلا ده هو كده وحي، تصدق بقى بمجرد الصوت بس، ودخل في الإسلام أكتر من 60 واحد في هذه الليلة، فاهم؟ يبقى حتى صوت القرآن بغض النظر عن المعاني بقى في نوع من الإعجاز. فبيقول: دع القارئ المجود يقرأ القرآن يرتله حق ترتيله، نازلا بنفسي على هوى القرآن وليس نازلا بالقرآن على هوى نفسه. في ناس الوقت ايه بتقرأ القرآن بنغمتها هي مش بنغمة القرآن، دول بقى للأسف إجرام، ودول مشهورين قوي في المياتم. لكن لابد ان اللي يقرأ يقرأ على قواعد القرآن بقى. شوف الشيخ الحصري قراءة محترمة، الشيخ البنا قراءة محترمة، مصطفى اسماعيل محترمة، لكن مليانة نغم ومليانة جمال، فاهم؟ ليس نازلا بالقرآن على هوى نفسي، ثم انتبذ منه مكانا قصيا، اجلس بقى بعيد واسمع النغم وانسى الكلام، هتلاقي نغم يريح قلبك وما تمل السماع، ويجيب لك اطمئنان وشعور بالطمأنينة، فاهم؟ ثم انتبذ منه مكانا قصيا يعني بعيدا لا تسمع فيه جرس حروفه،
ولكن تسمع حركتها وسكنتها ومدتها ومدتها وغنتها واتصالتها وسكتتها. ثم ألقي سمعك إلى هذه المجموعة الصوتية وقد جردت تجريدا وأرسلت ساذجة في الهواء، فستجد نفسك منها بإزاء لحن غريب عجيب لا تجده في كلام آخر لو جرد هذا التجريد وجود هذا التجويد. ستجد اتساقا وائتلافا يسترعي من سمعك كما تسترعي الموسيقى والشعر، على أنه ليس بأنغام الموسيقى ولا بأوزان الشعر. وستجد شيئا آخر لا تجده في الموسيقى ولا في الشعر، ذلك أنك تسمع القصيدة من الشعر فإذا هي تتحد الأوزان فيها بيتا بيتا وشطرا شطرا، تقوم في الآخر لما تلاقي نفس النغمة هي هي في الشعر الوزن بتملي، وبعد شوية تنام لأن خلاص نغم. لكن القرآن يفاجئك بنغمات جميلة متسقة متغيرة يوم باستمرار يصحصح. لكن الشعر لا، ده نغمة ثابتة ووزن ماشي في 100 بيت في 200 بيت، قصيدة واحدة تلاقي نغمة واحدة. لكن القرآن مش كده. وتسمع القطع من الموسيقى فإذا هي تتشابه أهواؤها وتذهب مذهبا متقاربا، فلا يلبث سمعك أن يمجها وطبعك أن يملها إذا أعيدت وكررت عليك بتوقيع واحد، بينما أنت من القرآن أبدا في لحن متنوع متجدد تنتقل فيه بين أسباب وأوتاد وفواصل. السبب اللي هو إيه؟ أما يبقى حركة وسكون، والأوتاد حركتين وسكون ورا بعض يسموها مجموع وحركة وسكون وحركة، يعني متفرقة يسموها إيه؟ مفرق. والفواصل اللي هي إيه؟ ثلاث حركات وسكون، أربع حركات وسكون، فاصلة خفيفة فاصلة ثقيلة. يعرفوا الكلام ده مين؟ بتوع الموسيقى، فهمت؟ بتوع الألحان بقى اللي ودنه إيه؟ موسيقية، يسمع كده يقول لك إيه ده؟ يتهز، فهمت؟ يأخذ منها كل وتر من أوتار قلبك بنصيب سواء، فلا يعروك منه على كثرة ترداده ملال ولا سأل، بل لا تفتأ تطلب منه المزيد. طب أنا هقول لك حاجة تانية، والعجيب إن كل قارئ للقرآن متقن أما يجي يقرأ القرآن كأنك أنت أول مرة تسمعه، صح ولا لا؟ لأن كل واحد ليه طريقة إلقائه، يعني حتى القارئ وفهمه للقرآن وإحساسه بيه بيطفي على القراءة سمة خاصة كل واحد، صح ولا لا؟ تسمع مثلا القارئ ده غير القارئ ده غير القارئ ده، وكلهم مجودين، بس كمان بقى دي بقى دي إعجاز عجيب. لكن أنت الأغنية، إحنا شفنا أغاني نجاة الصغيرة غنتها وعبد الوهاب غناها وعبد الحليم غناها وهي لحن واحد، هتلاقي اللحن واحد، فهمت ازاي؟ اللحن واحد وطريقه الالقاء واحده، بس هي نبره الصوت اللي اتغيرت. القران مش كده، القران اسمع كده مشايخ متعددين متقنين، بس ما اسمعش بقى مشايخ بتوع السعوديه مش متقنين، واخد بالك؟ غير متقنين، وكل القراء عارفين كده، واخد بالك ازاي؟ اسمع بقى قراء المصريين المتقنين وانواع كتيره بقى، اسمع الشيخ علي محمود واسمع الشيخ المنشاوي واسمع الشيخ مثلا محمد رفع محمود الحسن، عالم كل واحد عالم تاني كأنه بيقرأ حاجة تانية، فهمت بقى؟ هي دي برضو خاصية عجيبة في القرآن لا توجد في أي كلام آخر، إنه كمان بينفعل مع انفعال القارئ وبيدي بصمة لكل قارئ خاصة بيه، فهمت؟ دي حاجة غريبة، دي حاجة في منتهى الغرابة. هذا الجمال التوقيعي في لغة القرآن لا يخفى على أحد ممن يسمع القرآن، حتى الذين لا يعرفون لغة العرب، فكيف يخفى على العرب أنفسهم؟ وترى الناس قد يتساءلون لماذا كانت العرب إذا اختصمت في القرآن قارنت بينه وبين الشعر نفيا وإثباتا ولم تعرض لسائر كلامها من الخطابة وغيرها؟ لأن الشعر فيه موسيقى والقرآن فيه موسيقى، فاهم؟ عشان كده ابتدوا يقولوا شعر ده ولا إيه؟ وبعدين يجي يوزنوه ده مش ماشي مع أوزان الشعر، يوم يقول شعر وبعد ما يسمع شوية يقول لا مش شعر، يحيرهم، فاهم؟
وأنت فهل تبينت ها هنا الجواب وهديت إلى السر الذي فطنت له العرب ولم يفطن له المستعربون؟ المستعرب اللي هو إيه؟ اللي هو اللغة العربية مش فكرته، مش سجيته، تعلمها. لكن التاني اللي هو اتولد عربي كده أبا عن جد وعاش بيه عربية، ده عربي عربي، ده يحس بالكلام أكتر من اللي اتعلم وما كانش عربي. فهمت؟ إن أول شيء أحسته تلك الأذن العربية في نظم القرآن هو ذلك النظام الصوتي البديع الذي قسمت فيه الحركة والسكون تقسيما منوعا يجدد نشاط السامع لسماعه، ووزعت في تضاعيفه حروف المد والغنة توزيعا بالقسط الذي يساعد على ترجيع الصوت به وتهادي النفس به آنا بعد آن. والنفس برضه لأنه بيظبط نفسه، يعني اللي يقرأ القرآن ومتقن تلاقي نفسه مظبوط مع القراية، وعارف إمتى هيقف ياخد نفسه وإمتى يبلع ريقه بدون تكلف، مظبط أمور، يبقى قاعد بيقرأ هادي كده. كل ما تتقن بتعرف كده زي نفسك اتظبط مع القراية. فاهم؟ إلى أن يصل إلى الفاصلة الأخرى فيجد عندها راحته العظمى. وهذا النحو من التنظيم الصوتي إن كانت العرب قد عمدت إلى شيء منه في أشعارها فذهبت فيها إلى حد الإسراف في الاستهواء ثم إلى حد الإملال في التكرير، فإنها ما كانت تعدو قط ولا كان يتهيأ لها بتلك السهولة في منثور كلامها سواء منه المرسل والمسبوع، بل كان يقع لها في أجود نثرها عيوب تغض من سلاسة تركيبه ولا يمكن معها إجادة ترتيله إلا بإدخال شيء عليه أو حذف شيء. لا عجب إذن أن يكون أدنى الألقاب إلى القرآن في خيال العرب أنه شعر، لأنها وجدت في توقيعه هزة لا تجد شيئا منها إلا في الشعر. ولا عجب أن ترجع إلى أنفسها فتقول ما هو بشعر، لأنه كما قال الوليد ليس على أعاريض الشعر في رجزه ولا في قصيده. ثم لا عجب أن تجعل مرد هذه الحيرة أخيرا إلى أنه ضرب من السحر، لأنه جمع بين طرفي الإطلاق والتقييد في حد وسط، فكان له من النثر جلاله وروعته ومن الشعر جماله ومتعته. ثم بعد ذلك بقى التنسيق بقى في مخارج الحروف، مخارج الحروف نفسها. يعني أنت تسمع مثلا إيه الناس اللي في اللغات، يعني أنا رحت مثلا أندونيسيا مع احترامي للغتهم وماليزيا، أما كنت أقعد أسمع الترجمة أنا قلت الكلمة وبعدين بقى بيترجم باللغة كده، يعني المخارج مش واضحة والناس ما تبقاش فاهمة. سبحان الله، ما من آياتي اختلاف ألسنتكم وألوانكم، لكن العرب تلاقي كل مخارجه قوية وشفة بتطبق ونفس بتاع، تلاقي حتى مخارج الحروف الناس قاعدة منبهرة بيها. أنا كنت برا لانبهارهم في عينيهم وهم بيسمعوني وهم مش فاهمين، لأن نفس مخارج اللغة العربية فيها الصدق، بتدي لك إحساس كده إن الكلام ده كلام جد، ده مش هزل، درجة من عينيهم كنت أحس إنهم فاهمين، وبعدين أما أقول حاجة تضحك ألاقيهم ما يضحكوش، وبعدين إيه أما يجي يترجم ألاقيهم يضحكوا بعد ربع ساعة على ما وصلت لهم بقى، واخد بالك؟ لا، فاللغة العربية فيها الحكاية دي. اسمع، طب انجليزي بيتكلم بيترجم لك كلامك العربي، مع احترامنا لكل اللغات، يعني كلها برضو اللغات دي وضع إلهي على فكرة، مش بوضع العرب البشر، وضع إلهي، لأنه بيقولوا إن آياته اختلافه إيه؟ السنة. يبقى اختلاف الألسنة دي آية من آيات الله مش فعل البشر، هو ربنا اللي علمهم اللغات ويعلمهم اللغات، قالوا علم آدم الأسماء كلها، يعني اللغات كلها، أبونا آدم اتعلم اللغات كلها، مثلا 10 لغات، الأمهات كل واحدة من 10 تولد منها 30-40-50 لغة بالاستعمال بقى، يعني اللاتينية خرج منها كل لغات أوروبا مهما تعددت. فهمت بقى؟ وبالتالي علم آدم الأسماء كلها، يعني اللغات كلها، فكان أبونا آدم يخص كل مجموعة من ولاده بلغة ويسيبهم يتفهموا بيه، والمجموعة دي يعلمهم لغة ويسيبهم يتفهموا بيه،
ودول يعلمهم لغة يتفهم. كل ما يكتروا ويتفرقوا اللي بيتكلموا بلغة واحدة يستعملوها استعمالات جديدة، تقوم تتولد بقى اللغات الايه، من اللغات الأصلية لغات كثيرة. فهمت بقى؟ يبقى الأسماء كلها دي ايه، دي اللي علمها مين؟ ربنا. فكل اللغات محترمة، خد بالك، لأن وضع إله، لكن أكثرها احتراما وقدسية اللغة العربية، لأن ربنا سبحانه وتعالى اللي هو علم كل اللغات دي لم يجد لغة من هذه اللغات تتحمل تجلي صفة الكلام ظهورا ألفاظا إلا في العربية، لأن صفة الكلام غير مقيدة بلفظ في الله عز وجل، لكنها الله سبحانه وتعالى قادرة أن تظهر بكل لفظ. صفة الكلام قادرة أن تظهر إيه؟ بكل لفظ وبكل قول. وعشان كده نزلت الإيه؟ نزل الإنجيل إيه؟ بالسريانية، ونزلت التوراة بالعبرانية، وكلها كلام الله. فاهم؟ ونزل بقى القرآن بالعربية. يبقى ده والقرآن أجمع الكتب. يبقى أفضل اللغات خلقها الله على الإطلاق اللغة العربية. هي اللغة الوحيدة اللي تتحمل إيه؟ إظهار كلام الله الباقي، واللي هو أعجز بيها الخلق. يعني لما نزلت التوراة بنصوصها ربنا ما تحداش بيها اليهود يجيبوا مثلها، ما حصلش التحدي. فهمت إزاي؟ لكن القرآن لما نزل بقى قرآن عربي تحدى. يبقى دي لغة قابلة إنها يتحدى بها، وقابلة إنها تظهر المعاني أكثر من أي لغة أخرى، وعلشان كده ربنا جعلها لغة أهل الجنة. صور بقى لغة أهل الجنة العربي. الله، طب أنا أتعلم العربي لحسن أنا مش عارف عربي كده، لو مت وأنا مش عارف عربي مش هدخل الجنة. لا يا سيدي، لو مت روحك دراقة، الروح دراقة، تلاقي نفسك بتتكلم عربي ولا الجاحظ والمتنبي. فهمت بقى إزاي؟ الروح دراقة. فاهم؟ فما تقلقش يا سيدي. يقول لك سؤال القبر هيبقى ايه؟ واحد انجليزي مات هيساله ايه؟ واتس يور نيم؟ هاو ار يو؟ واحد تاني فرنساوي واخد بالك وانت بن؟ مش هيقول له كده. العجيب يا اخي ان سؤال القبر بالعربي لكل الناس مهما اختلفت السنتهم، لان بمجرد خروج الروح، الروح ده الراجل يجي الملك يكلمه يفهم على طول. ما تقولوا في هذا الرجل؟ يوم يظهر النبي ساعة السؤال، النبي يظهر يقظة للميت، الميت بيتيقظ لحظة السؤال، بيحصل له يقظة، ويجي له صورة النبي قدامه يقظة، والملك يقول له ما تقولوا في هذا الرجل؟ المسلم عارف صفته، عشان احنا كده بنقرا ايه الحلية النبوية. هتشوفه بقى يا سيدي، ادعج العينين، اهدب الاشفار، جليل المشاز والكتف، وأجر الوضوء مسروبة، أبيض مشرب بحمرة. هتشوف الحلاوة دي كلها، تقول له محمد ابن عبد الله يا حبيبنا. فهمت ازاي؟ على طول تعرف، على طول ايه تعرف. يعني المقصد ايه؟ ان اللغة العربية دي لغة مقدسة، اي لغة تانية مش مقدسة وان كانت آية من الآيات. اللي قدسها ان حروف القرآن بها. درجة اخي الاتراك لما يعلموا الناس الخط، احسن ناس يعلموا الناس الخط الاتراك. لما يعلموا الناس الخط في أي لغة، تتعلم عادي على الترابيزة وعلى الكرسي، هتتعلم اللغة العربية على الأرض متواضع وموطي زي الإيد، لأنك أنت هتتعلم لغة مقدسة، فلازم تتعلمها وأنت قاعد متواضع. فاهم؟ كانوا زمان مدارس الخط في التركية زمان كانت كده، معرفش دلوقتي بيعملوا إيه، لكن زمان كانوا إيه؟ تتعلم الخط العربي بالذات وأنت قاعد على الأرض في وضع كأنك بتقرأ التشهد مؤدب. ليه؟ طب هتعلم اي لغه تانية؟ لا، تعالى اقعد بقى، حط رجل على رجل واقعد اتعلم، الا العربي. فهمت ليه؟ لانه لغه مقدسه تحملت الفاظ القران. لما النبي كان اعظم الخلق، لغته تبقى اعظم اللغات، عشان كده قلنا ولا قول رسول كريم فانما يسرناه بلسانك، عشان ايه؟ ولا قران عربي، يعني قرآن عربي، يعني العربية دي معجزة، لغة فيها إعجاز. فهمت بقى؟ عشان كده المحروم من تعلمها في حياته محروم من إدراك عمق معاني، المعاني الداخلة في الكلمات، لأن أصلا
كل لفظ يحمل معناه جواه، هو عبارة عن وعاء لمعناه. اللفظ ده عبارة عن وعاء للمعنى، زي كوباية جواها شربات. أنت دلوقتي يهمك الكوباية ولا يهمك الشربات اللي جواها اللي هتشربه؟ يهمك اللي تشربه. أهو اللغة ما هي إلا كوباية جواها المعنى، المعنى ده هو الشراب اللي هتشربه. فاللي حرم اللغة العربية حرم الشراب والذوق. وعلشان كده لابد تتعلمها إذا كنت مسلم. هتعرف القرآن وحتى هيرق طبعك، هتتأثر بالقرآن لما الإمام يطول شوية ما تملش، تبقى فرحان. فهمت إزاي؟ لا تمل. ليه؟ لأن خلاص بقى عايش المعنى. فهمت؟ المهم، بس أنا بحب العربي، لما أقعد أكلمك في العربي كتير أي هتتعب. بحبه قوي اللغة العربية، وأنا لو لم أكن جراحا كنت أحب أبقى متخصص في اللغة العربية. علشان كده أنا بنتي الكبيرة حببتها في اللغة العربية، دلوقتي بقت أستاذ مساعد في قسم النحو في دار علوم. لأني ربيتها على الحب. أنا قلت طالما أنا ما عرفتش أدرس العربية وخيبت نفسي بالطب والجراحة، فإيه أخلي حد من ولادي يورث الحكاية دي. فالحمد لله يعني نجحت في إن أنا إيه أحببها في اللغة العربية من صغرها، وحفظة البردة وحفظة القصائد. ليه حد ثانوية عامة ختمت القرآن وحفظ البردة وحفظ القصائد كل ده؟ ايه؟ لان كنت اقعد اقرا الحاجات دي الاوراد دي في البيت معاهم، الم العيال وامهم قبل ما يبقى بقى ليا بقى ايه اتباع، ما كنتش حد يعرفني. فهمت ازاي؟ فكان اتربت على انها تحب اللغه العربيه. فلما طلعت في الثانويه العامه جايبه بقى مجاميع كبيره ومن اوائل مدرستها، كل زميلاتها الاوائل قالوا لها سي صح 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 صح. انا قلت لها دار علوم دار علوم دار علوم على طول كده. فهمت ازاي؟ حتى زميلاتها قالت تخش بمجموع كبير كده دار علوم، يعني مجموع كبير كده تروح دار علوم. قالت لهم اه انا بابا بيقول لي كده. ودخلت دار علوم، تطلع الاولى والثانيه. انا قلت لها يا بنتي هتخشي دار علوم، العيال بيخشوا بمجاميع قليله، انت هتدخلي مجموع كبير هتبقي ستهم. فاهم؟ يعني لو واحد في كلية طب بدل ما يدخل كلية طب وعقليته كده كويسة، لأن تملي المتفوقين بيطفوا بعض، المتفوقين يطفوا بعض. لكن أنت خليك متفوق كده وخش كلية متواضعة في الأرقام، هتلاقي نفسك سيد الكلية. صح ولا لأ؟ دي العقلية المظبوطة. عشان كده أنا بنتي زينب بقى اللي هي بعد فاطمة، لا عقليتها كويسة وجابت مجموع حلو قوي، قلت لها خش تجارة، تجارة هيضل عادية، هتدي ستهم. فاهم؟ دخلت بقت دلوقتي بتعمل دكتوراه دلوقتي في برمنجهام في فاينانس، واخد بالك ازاي؟ قسم تمويل. دي طريقه ازاي تربي ولادك وتوجههم الصح. انما انا عشان دكتور ادخلهم كليه الطب اطفيهم ويقعدوا امتياز ويشتغلوا نبطشيين، ويوم ما يجي لهم واحد عصبان يضربهم علشان ايه ما عالجوش. لا ما تخيبهمش، اللي يخش في الطب بيخيب في زماننا ده. ليه؟ لأن الناس بقت تتجرأ على الأطباء، تحترمهمش. فاهم؟ المهم، فعلشان كده اللغة العربية جميلة، لازم تحبها وتحببها لأولادك وتحببها لكل اللي يقعد معاك. يعني أنا مدرسين النحو بتوعي كانوا يحبوني قوي. ليه؟ لأن أنا كنت حصة النحو عندي أبقى مركز فيها أكتر ما أنا مركز في حصة الديناميكا وحصة الفيزياء. تملي كان الطلبة الشاطرين حصة النحو دي يقعدوا يفركوا ويعملوا بتاع، لكن حصة بقى الديناميكا والفيزياء والكيمياء ومش عارف كلهم. أنا بقى كنت في حصة النحو ما بركز. ليه؟ لأني بحبها لغة، بحبها. فعلشان كده لازم تربي ولادك على حب اللغة. عارف اللي يحب اللغة العربية لازم يطلع دين. نادر أما تلاقي واحد بيحب اللغة العربية ومش متدين، لان لما بيعرفها بيتذوق القران. اول ما يتذوق القران وحديث النبي يحس بيه، ولو حس بيه خلاص طالما القلب شعر خلاص سيبه بقى، سيبه هو بقى اللي هيحس، لان القلب هو اللي بيحرك. فاهم؟ فكفايه عليك وكده النهارده، بس لازم تتعلموا اللغه العربيه. ما تحرمش نفسك من رقه الطبع وجمالك، ايه جمال اللفظ، وكيف انك انت تقول المعنى الكبير بألفاظ قليله ما تلاقيهاش الا في اللغه العربيه. يعني انا ساعات كنت اقول مثلا الكلمه خمس دقائق في اندونيسيا،
اخلي عبد الله يترجم، الاقيه بيقعد يترجمها في ايه، في ربع ساعه. يعني انا لو قلت في 5 دقائق عربي، هو بيترجمه في ربع ساعه وهو فصيح في لغه اهلي قومي. اه، لان اللغه العربيه فيها نوع من الايجاز مع الاعجاز. فهمت ازاي؟ ادي الحكايه. فلازم، يا بخت اللي يعرف عربي. عشان كده انتوا هترجعوا بلادكم وهتبقوا مسؤولين عن تدريس طلبه كتير. فبرجاء كل واحد يروح يدرس لغير العرب ان يعمل حصه لغه عربيه. ولغه عربيه مش يتعلم بس ايه؟ يقرا. يعني يقراها بعينه. انا رحت بنجلاديش وباكستان، لقيت كتير من العلماء هناك يسمع الخطبه بتاعتي يفهمها. لكن اجي اكلمه ما يردش، ما يعرفش يتكلم عربي. فاهم؟ تجيب له كتاب مكتوب يقراه يفهمه. لكن يجي يتكلم ما يعرفش يتكلم، ما عندوش ايه؟ القدرة على انه يترجم اللي بيقراه بعينه ده. زي انت بالظبط في الانجليزي، ممكن تقرا جملة بالانجليزي بعينك وعارف معنى كل كلمة، تفهم معناها، يجي يقول لك اقراها ما تعرفش تقراها. عشان النطق عندك مش فهمت بقى؟ فاحنا عايزينكم يا اهل البلاد الغير الناطقة باللغة العربية، تعمل تعليم اللغة العربية يبقى في حاجة اسمها حصة خطابة وحصة قراءة شفوية. فاهم؟ احنا كنا زمان واحنا صغيرين كان عندنا في المدرسة حصة خطابة، دلوقتي لغوها. وحصة ايه؟ قراءة. كان المدرس يخش افتح الكتاب صفحة كذا، قوم يا ولد اقرأ. كانوا بيعملوا كده المدرسين زمان عشان يعرف انت هتعرف تقرأ هتقف فين. انت بتسمعني وانا بقرأ الكتاب، بتعرف ايه؟ النغمات، بقف فين؟ بقف هنا، بقف هنا، تقوم تفهم من غير ايه؟ من غير ما اشرح لك. لان مقاطع القراءه لما تقراها مظبوط هتلاقي نفسك اللي قاعد يسمع ويفهم من غير ما تشرح. لكن اللي ما يعرفش هيقف فين؟ انت عارف برضو في حتى في المدرسه بتاعت نجيب الريحاني لما وقف الواد يقرا فيقول له ويلك ويلك، يقول له يا ولا ويلك، مش ويلك يا ولد. فايه القراءه دي، حصه القراءه دي دلوقتي ما بقتش موجوده في مدارس للاسف. وعلشان كده بيطلعوا وخارج من الجامعه ما يعرفش يقول كلمتين كويسين. فاهم؟ لكن احنا كان عندنا حاجه اسمها ايه؟ حصه قراءه، نقرا من الكتاب كده والمدرس يعلمك الفواصل تقف ازاي عشان تقف على معنى، امتى تاخد نفسك وامتى، واخد كل الحاجات دي عشان اللي يسمعك وانت بتقرا يفهم. وكان عندنا ساعات حصة خطابة يقول لنا ايه؟ قوم يا يسر كلمهم كده عن الصدق، خطبة عن الصدق. واحنا طالبة لسه في ثانية سنة وثالثة سنة. فهمت ازاي؟ ولا ويعلمك كمان ازاي تواجه، ما تقرأش وانت واقف باصص للسبورة، اقف كده مكان المدرس وبص لزمايلك اللي انت بتلعب معاهم والتانيين يعملوا لك بعينهم كده عشان يضحكوك، عشان ما تعرفش تقول بقى مع عيال بقى اشقير، واخد بالك ازاي؟ فكانت حصه الخطابه دي كانت حصه ممتعه، دي بتعلمك ازاي تكلم الناس وازاي تعبر عن المعنى اللي انت فاهمه بصوره الفاظ وجمل. لازم مدارسنا تبقى فيها دي تاني يا جماعه، لازم المدارس تبقى فيها دي، حصه خطابه، حصه قراءه، وتوجيه من المدرس، انت تقف هنا وما تقفش هنا، وخدنا نهتم بالحكايه دي جدا. لأن أنا شفت علماء الهند، علماء بنجلاديش، علماء باكستان، علماء كتير في أندونيسيا وفي ماليزيا، علماء كبار أجلاء أولياء، يفهم العربي لما يسمعه لكن ما يعرفش يتكلم، ولما يقرأ في الكتب يقرأ يفهم بعينه كده، وحتى ممكن يألف بالعربي لكن ما يعرفش يتكلم لأنه ما خدش حصة إيه؟ قراءة ولا خطابة. فلازم يا جماعة نعمل حصة خطابة وحصة قراءة. اتفقنا؟ كل واحد هيروح يبقى مسؤول عن معهد من المعاهد يعمل لي الشغلانه دي، عشان اما اجي ازوركم بعد كام سنه افرح بيكم. وما احتاجش ايه عبد الله، عشان عبد الله هيكون راجع بلده، مين هيترجم لي؟ واخد بالك؟ مش هلاقي حد يترجم لي. ولا هتبقى تقابلني وتسيب المعهد بتاعك؟ وترى الناس قد يتساءلون لماذا كانت العرب إذا اختصمت في القرآن قارنت. آه خلاص، دي الجمال التنسيقي بقى. فإذا ما اقتربت بأذنك قليلا قليلا فتركت
فترقت سمعك جواهر حروفه خارجة من مخارجها الصحيحة، فاجأتك منه لذة أخرى في نظم تلك الحروف ورصفها وترتيب أوضاعها فيما بينها. هذا ينقر، وذاك يصفر، وثالث يهمس، ورابع يجهر، وآخر ينزلق عليه النفس، وآخر يحتبس عنده النفس، وهلم جرى لي مخارج الحروف بقى على حسب بقى، ده من الحلق، ده من اللساني، ولا ده من الشفتين، حروف مطبقة، حروف منفتحة. بتدرس انت الحاجات دي لدرجة بيروح يرسم لك ايه الحنجرة والحلق، واخد بالك، عشان يقول لك ان هنا الحروف هنا، والهاء الى الهوى تنتهي، حرف الهاء شوف الى الهوى تنتهي، ملهاش نهاية، يعني اللي ينهيها نهاية نفسك، لكن هي لسه عايزة تستمر. عشان كده الله أبدي بيخلص عشان أنت اللي خلصت، لكن الله أبدي حتى في الاسم، حتى في الاسم في هذا المعنى، فاهم؟ تفضل تقول الله توصل للإيه؟ تعجز، وهو باقي بعد العجز، فاهم؟ طب هات لي أنت بقى لغة كده فيها هذه المعاني حتى في اللفظ، يوحي لك بالأولية في حرف الألف الله الحرف أولية، والآخرية في حرف الهاء. شفت بقى نغم اللغة؟ لكن الله مثلا في لغة تانية، إن ما كنتش تقول الله مش هتوصل لهذا الحلاوة، تقول جد، إيه جد؟ بس إلا. لكن حتى الإنجليز يقول لك الله برضه، ما عندها، ما لهاش بديل، كلمة ما لهاش بديل. حتى الفرنسوية لما جم مصر واحتلوها أيام الحملة الفرنسية، لقوا المصريين كل ما يشوفوا حاجة حلوة يقولوا الله، فبقوا يقولوا أولا لا، لحد دلوقتي يقولوه، أما يشوف حاجة حلوة يقول لك أولا لا. اتعلموها من المصريين، هم اللي علمناهم إن أي حاجة جميلة بتقول الله، فاهم؟ فجاءتك منه هذه اللذة، فترى الجمال اللغوي مائلا أو ماثلا أمامك في مجموعة مختلفة مؤتلفة، لا كركرة ولا ثرثرة ولا رخاوة ولا معاضلة، زي ما بتسمع في اللغات التانية تحس إنه إيه بيكركر، فاهم؟ عشان كده العربي لما يسمع واحد بيتكلم غير العربية يقول إيه أعجمي. أعجمي يعني إيه؟ يعني عجموات، كأنها مش إيه؟ كأنها زي المقمقة يعني. ليه؟ من كتر اعتزازه بلغته سمى أي لغة غير العربية سميه أعجمي، جاي من العجموات يعني التي لا تنطق، يعني ما اعتبرهاش نطق، فهمت؟ ولا تناكر ولا تنافر. وهكذا ترى كلاما ليس بالحضر الفاتر ولا بالبدوي الخشن، بل تراه وقد امتزجت فيه جزالة البادية وفخامتها برقة الحاضرة وسلاستها، وقدر فيه الأمر تقديرا لا يبغي بعضها على بعض، فإذا مزيج منهما كأنما هو عصارة اللغتين وسلاستهما، أو كأنما هو نقطة الاتصال بين القبائل، عندها تلتقي أذواقهم وعليها تأتلف قلوبهم. ومن هذه الخصوصية والتي قبلها تتألف القشرة السطحية للجمال القرآني، هذه القشرة الغلاف. ما أنا قلت لك إن اللفظ عبارة عن إيه؟ بيحمل المعنى، زي أنت كده بتشتري الكتاب ده جواه المعاني، يوم يغلفوا لك غلاف حلو كده عشان يدوا لك هدية، فهمت إزاي؟ أو اللغة دي غلاف للمعنى، قشرة للمعنى، إحنا لسه ما دخلناش في المعنى، ده القشرة حد ذاتها جميلة أوي، زي ما ربنا كده يخلي لك قشرة الفاكهة جميلة لامعة علشان يشجعك تاكلها، تقوم ايه عينك تاكل بالنظر للقشر، وبقك ياكل بقضم القطعه، ولسانك بتذوق الطعم، ومعدتك بهضمها، وجسمك بالتقوي بالطاقه اللي فيها، فكلك بتاكل. لكن ادالك الاكل بتاعك ايه؟ الوان مختلفه واشكال حلوه، يعني قبل ما تعرف طعمه تقول الله ايه الفاكهه الجميله دي،
ايه الحلاوه دي؟ وبعدين تيجي تدوق تقول اه فعلا حلوه. القران كده برضو اللغه دي عباره عن قشره للمعنى، تسمعها ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ لسه ما عرفتش المعنى، اتعلم بقى المعاني اقول الله، اعيش المعنى اسجد لله. ده في راجل خبير لغه كان ايه اجنبي، يعني ايه يعني راهب في ايام جيل التابعين، يعني بعد الصحابه بحوالي ايه 100 سنه كده ماشي. فبيسمع واحد بيقرا وهو خبير في اللغه، في اللغه العربيه، لكنه ايه مش مسلم. فبيسمع ايه راجل بيقرا سوره يوسف عادي، وبعدين لما يقول ايه فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، سجد للجمال، لجمال. شوف فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. لما تيجي تعبر عن الكلمة دي الأربع كلمات دول وتحكي الحالة النفسية بتاع أخو يوسف، وبيتحايل على سيدنا يوسف عشان يسيب له أخوه، وإن هو كمان متضايق إن هو إيه زي أبي لأبوه بعد ما ضيع يوسف، وبعدين هيضيع أخوه كمان ومش قادر، وخدوا عهد عليه قبل كده مرتين، وبعدين قعدوا وبعدين يأسوا من إن سيدنا يوسف هيوافقهم، فراح إيه انسحبوا وقعدوا في ركن يتفقوا مع بعض هنعمل ايه. شوف علشان اشرح لك عملت قد ايه والدوافع النفسية، قالها ببساطة كده فلما استيأسوا منه خلصوا نجية. بس قام الراجل عشان فهم اللغة سجد، قام الراجل اللي بيقرا سكت، قال له ما شاء الله اسلمت، قال اسجد لفصاحته. شفت بقى لما استوعب المعنى سجد، زي برضو ما القريش سجدت في نهاية سورة الايه النجم لما النبي قرأها عند نهاية النجم، سجد النبي وسجد القريش كلهم اللي بيسمعوا كفار سجدوا، الانبياء النبي والمسلمين سجدوا معاه سجود لله، والتانيين سجدوا للفصاحة، لدرجة اشيع ان قريش اسلمت بعد سورة النجم واشيع. وكان في صحابه هاجروا للحبشه الهجره الاولى، فوصل خبر للحبشه للمسلمين في الحبشه ده قريش سجدت بعد سوره النجم، فافتكروا المسلمين اللي قاعدين في الحبشه ان مكه اسلمت كلها، فراحوا خدوا مركب ورجعوا مكه، فوجئوا انهم لا اسلموا ولا حاجه، فعملوا الهجره الثانيه. ما انت عارف هجره ايه؟ هجره الحبشه هجرتين، هجره اولى الهجرة الثانية سببها ان هم تصوروا بسجودهم للنجم في سورة النجم ان هم اسلموا، فراحوا ايه لموا عزلهم من الحبشة ورجعوا على مكة، لقوهم لسه مستضعفين، فالنبي امرهم بالهجرة مرة اخرى. فاهم؟ يعني انا قصدي ايه؟ انك انت لما تدرك المعنى هتسجد. فاهم؟ ومن هذه الخصوصية والتي قبلها تتألف القشرة السطحية للجمال القرآني، وليس الشأن في هذا الغلاف إلا كشأن الأصداف مما تحويه من اللآلئ النفيسة. اللؤلؤ ده بيبقى مش جواه صدفة، حواليه صدفة، الصدفة نفسها جميلة، لكن اللؤلؤ اللي جواه أجمل، ولما تيجي بتبيع اللؤلؤ مش بتبيع الصدفة كمان. فهمت؟ فإنه جلت قدرته قد أجرى سنته في نظام هذا العالم أن يغشي جلائل أسراره بأستار لا تخلو من متعة وجمال. يغشي يعني يغطي، ليكون ذلك من عوامل حفظها وبقائها بتنافس المتنافسين فيها وحرصهم عليه. انظر كيف جعل باعثة الغذاء يعني الأكل ورابطة المحبة قواما لبقاء الإنسان فردا وجماعة. فكذلك عشان كده ربنا قال فلينظر الانسان الى طعامه مختلفا الوانه وكله من ميه وطين، علشان تدرك ان زي ايه ربنا سبحانه وتعالى كيف نوع لك هذه الاشياء عشان يفرحك بها قبل ما تاكلها كمان.
فكذلك لما سبقت كلمته أن يصون علينا نفائس العلوم التي أودع هذا الكتاب الكريم، قضت حكمته أن يختار لها صوانا يحببها إلى الناس بعذوبته ويغريهم عليها بطلاوته، ويكون بمنزلة الحدقاء يستحث النفوس على السير إليه. الحادي ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن راجل صوته جميل يقعد يعمل نغم معين عشان الإبل هي مش فاهمة هو بيقول إيه، لكن مع نغمه يحدد سرعة الإبل. وكذلك أنت نفسك بتسافر إلى مولاها، يقوم ربنا يخلي لك في القرآن نغم جميل يحدو بنفسك حتى تطاوعك في السير إلى مولاك. شفت دي زي دي، فهمت؟ ويهون عليها وعثاء السفر في طلب كمالها. لا جرم اصطفى لا من هذا اللسان العربي المبين ذلك القالب العذب الجميل. ومن أجل ذلك سيبقى صوت القرآن أبدا في أفواه الناس وآذانهم ما دامت فيه حاسة تذوق وحاسة تسمع، وإن لم يكن لأكثرهم قلوب يفقهون بها حقيقة سره وينفذون بها إلى بعيد غوره. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هل عرفت أن نظم القرآن الكريم يجمع إلى الجمال عزة وغرابة؟ وهل عرفت أن هذا الجمال كان قوة إلهية حفظ بها القرآن من الفقد والضياع؟ فاعرف الآن أن هذه الغرابة كانت قوة أخرى قامت بها حجة القرآن في التحدي والإعجاز، واعتصم بها من أيدي المعارضين والمبدلين، وأن ذلك الجمال ما كان ليكفي وحده في كف أيديهم عنه، بل كان أجدر أن يغريهم به. ذلك أن الناس كما يقول الباقلاني، الباقلاني له كتاب في إعجاز القرآن اللي هو الإمام أبو بكر الباقلاني، من كبار علماء الشافعية ومن كبار الأشعرية، إذا استحسنوا شيئا اتبعوه وتنافسوا في محاكاته بباعث الجبلة. يعني الناس لما تستحسن حاجة تقلد بعضها، فهمت؟ لكن القرآن يا أخي كل الناس استحسنوه وما حدش عرف يقرب له أو يجاريه أو يجربه، بالرغم أن الكل استحسنه، مع أن عادة الناس إذا استحسنت الشيء تبتدي تقلده، دليل أنه هو عجزه عن تقليده، فهمت إزاي؟ فاستسلموا له. إذا استحسنوا شيئا اتبعوه وتنافسوا في محاكاته عن يعني تقليده بباعث الجبلة. وكذلك رأينا أصحاب هذه الصناعة اللي هي صناعة البلاغة والشعر والنثر والخطابة، تلاقيهم يقلدوا بعض، يتبع بعضهم بعضا فيما يستجيدونه من الأساليب، وربما أدرك اللاحق فيهم شأوى السابق أو أربى عليه، كما صنع ابن العميد بأسلوب الجاحظ، وكما يصنع الكتاب والخطباء اليوم في اقتداء بعضهم ببعض. وما أساليب الناس على اختلاف طرائقها في النثر والشعر إلا مناهي الموروده ومسالك معبده تؤخذ بالتعلم وتراد الألسنة والأقلام عليها بالمرانة كسائر الصناعات. فما الذي منع الناس أن يخضعوا أسلوب القرآن لألسنتهم وأقلامهم وهم شرع في استحسان طريقته وأكثرهم الطالبون لإبطال حجته؟ ما ذاك إلا أن فيه منع طبيعية كفت ولا تزال تكف أيديهم عنه. ولا ريب أن أول ما تلقيك ذي المناعة فيه فيما صورناه لك من غريب تأليفه في بنيته، في بنيته مكتوب نيته، خليها بنيته، حط به، وما اتخذه في رصف حروفه وكلماته وجمله وآياته من نظام له سمت وحده وطابع خاص به خرج فيه عن هيئة كل نظم تعاطاه الناس أو يتعاطونه، فلا جرم لم يجدوا له مثالا يحاذونه به ولا سبيلا يسلكونه إلى تدليل منهجه. وآية ذلك أن أحدا لو حاول أن يدخل عليه شيئا من كلام الناس من السابقين منهم أو اللاحقين من الحكماء أو البلغاء أو النبيين والمرسلين لأفسد بذلك مزاجه في فم كل قارئ ولا جعل نظامه يضطرب في أذن كل سامع. وإذا لنادى الداخل على نفسه بأنه واغل دخيل، ولنفاه القرآن عن نفسه كما ينفي الكير خبث الحديد، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ونقف على خصائص القرآن البيانية غدا إن شاء الله.
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم على معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكر وغفل عن ذكري الغافلون.